أخبار اليوم. أكرمتني بأنه أعمل هالعمل هيدا مثل ما بتمنى إني أقدم عمل، مش دايما الظرف بيسمح إني غني مع 65 موسيقى. الفرقة رح تكون بقيادة المايسترو نادر عباسي، وهو من الناس اللي بنعتز فيهم، العالم كله بيعتز فيه، وأنا إلي إلي هالحظ الحلو بمصر إني كون متحاوطة بهالقد قلوب. شو هالنعم الكبير، شو هالنعم الكبير، شو أنا متأسرة من محبتكم، شو أنا من قلبي بدي أقولكم بحبكم، من قلبي بسقربنا إنه يكون هالعمل على قد محبتي لألكم، يعني طالبة من حالي كتير. وكمان ربنا ما كان بخيل معي، هبة فتحت لي الفرصة إني غني مع 65 موسيقي، مع شيف أوركستر مثل اللي خبرتك عنه، مايسترو نادر عباسي العالمي اللي أنا بعتز إني عم بشتغل معه. التحضيرات مع أستاذ أشرف، الحقيقة إنه أنا متأسرة، مش عارف شو بدي أقول له، أنا من ساعة اللي وصلت حاسة حالي قاعدة ببيت أهلي. أنا دائماً بقول عن مصر هيدا البيت العربي اللي بيبتقوا فيه كل العائلة العربية، بس كل مرة بجي كل مرة بطلع شو بدي أقول، بطلع شو بدي أعمل، كيف بدي أعبر، طب شو بدي أقول، طب أنا بالليل مش نايمة، طب وبعدين إمتى بدي نام، كيف بدي أتصرف، شو بدي أعمل، بعدين بقول يا رب دخلك خلص خليني أبدأ وأعمل أحلى شيء فيني. وبعرف إنه الله دايماً كريم، أكرمني كتير بالحفلة، هو بيكمل معي، هو بيعطيني إني أعبر لكم عقد حبي لإلكم. تحضيراتنا بتبدأ من ليلة 15 بالليل، وهي مستمرة مع مايسترو نادر عباسي كل الأيام كل الأيام كل الأيام، حتى ب 17 شهر عنا بروفات 2، والتوفيق على الله. شكراً.